بجد تحيه لكل جمهور النادي الاهلي العظيم وكل مشاهدينا. مبروك النهارده فوز مهم جدا، لان المرحله القادمه زي ما قلنا مرحله متلاحمه من المباريات، مرحله فيها تحديات كبيره جدا. لكن قبل كل الامور دي الحقيقه يعني عايزين نقول للكابتن خالد بيبو الف سلامه عليك، لان يمكن كابتن خالد بيبو الحقيقه قليل الظهور، عنده هدوء انا بحسده عليه الحقيقه. كابتن خالد بقول لك الحمد لله على السلامه الاول من رحله ميدياما، وبقول لك الف سلامه عليك، لان يعني زي ما بقول لك انت قليل الكلام جدا، لكن الحقيقه بنشوف مجهود كبير جدا بيبذل في مواقف صعبه جدا في الاخر خالص عشان خاطر النادي الاهلي. هو الهدف هو النادي الاهلي، مين تعبان في اي حاجه كل الامور دي انا عارف ان انت بتحطها على جنب عشان خاطر النادي الاهلي. مبروك النهارده فوز مهم جدا، حابب تقول النهارده كده. والله مبروك ليك وشكرا طبعا على المقدمه، واحنا كلنا بنشتغل جوه النادي الاهلي بتبذل كل مجهود عشان خاطر المجموعه كلها تنجح. مفيش حد بيدور على حاجه لنفسه، ولا حد يقدر يدور على حاجه لنفسه. النادي الاهلي دايما هو فوق، عشان بس الناس بتزعل، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع الاهلاويه، عشان بس يبقى الدنيا فوق كل البنيان ينتمي للنادي الاهلي. عشان كده احنا بنقول الاهلي فوق الجميع، احنا كلنا بنشتغل تحت سقف النادي الاهلي، فعايزين النادي الاهلي ينجح باي شكل. بس التحدي كان مهم جدا النهارده، لان زي ما بنقول يا كابتن خالد التلاحم كبير جدا من بطوله الدوري للبطوله الافريقيه لمباراه سوبر، لها حسابات كثيره جدا عند الجهاز الفني والمجلس الاداره والجمهور. لكن ابدا معاك النهارده، التحضير كان مهم جدا، مش هنتكلم على شكل المباراه على قد ما هنتكلم على الحافز الكبير والرغبه الكبيره جدا عند لعيبه النادي. والله دايما احنا انت بتتكلم مع اللعيبه طول الوقت، ان انت كل بطوله بتاخدها على حده، كل بطوله بيبقى ليها تجهيزه، كل بطوله بيبقى ليها يعني ليها الادوات بتاعتها اللي انت تقدر تكسب بيها البطوله دي. واحنا النهارده راجعين بقالنا فتره طويله ما لعبناش في بطوله الدوري، وعايزين نستفيد بكل الاخطاء اللي عمله الخصم، مبقاش ان احنا مش عايزين نضيع نقاط سهله. فمكسب النهارده كان كويس، وهو ده الكلام اللي اتقال، يعني المدير الفني اتكلم قبل الجيمين، احنا عايزين ناخد الجيم بسرعه، ما نخشش ما ندخلش الخصم معانا في الجيم. عشان كده الحمد لله برضو لما احنا بنقول على دايما النادي الاهلي بيجيب اهداف في الاول، الجيم بيفتح معاك وتقدر ان انت يعني تخلص الجيم يعني، وده اللي حصل النهارده. احنا كان الاصرار ان احنا طبعا انت عارف رحلتين سفر كانوا صعبين جدا جدا جدا، واخر رحله كمان كانت صعبه جدا، احداثها كتير ومشاكلها كانت كتير، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. فكنا حابين ان انت يعني تكمل المكسب بتاعك، ما تخشش في 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 مشاكل الدوري المصري، وان انت يعني بتبتدي تضيع نقاط ملهاش لازمه. فكان الاصرار ان انت تخلص الجيم من بدري يعني، وده اللي حصل والحمد لله كسبنا يعني. مكاسب بقى المكسب الثلاث نقاط حاجه، ومكسب طبعا اللي وسام طبعا ده مكسب بالنسبه لنا النهارده، وهو لعيب كويس مع زمايله طبعا، مع توني ومع كابتن كهربا طبعا، لعيب كبير، واحد من نجوم النادي الاهلي. عندنا مجموعه مميزه للفتره الجايه ان شاء الله، عندنا تحديات كتير وعندنا مباريات كتير، فان هو يخش مع مجموعه الفراوده بهدفين النهارده دي حاجه كويسه جدا. الفصل مهم جدا، وانا عارف ان النادي الاهلي متعود بياخد المباراه البطوله الافريقيه بشكله، وبعد كده بيبدا بيقفل الصفحه بيبص لمباراه السوبر، لان زي ما قلنا مباراه السوبر ليها حسابات. يانج افريكانز الحسابات شكلها عامل ازاي، والسوبر كمان، لان السوبر في السعوديه ويكون شكل يعني مميز جدا، بنعمله ان شاء الله باذن الله ان المباراه تليق باسم الفريقين يا كابتن. طبعا احنا في الاول عندنا مباراه مهمه جدا يعني هنبتدي نركز فيها، عايزين نكسب، عايزين نعمل جيم كويس. احنا كل المباريات بندور على المكسب، وكل المباريات بتدور على ان انت ازاي يعني تاخد المكسب بشكل كويس واداء كويس. احنا يعني بندور على مكسب واداء، عشان معادله صعبه جدا، لان انت جمهور من حقه انه يستمتع بلعيبه النادي الاهلي. وطبعا ملعب استاد القاهره طبعا بشكرهم عليه، بشكر الناس طبعا ان هم قادرين يعني يحافظوا على الملعب وان هو يطلع بالشكل ده، وده بيساعد اللعيبه جدا وبيساعد المدير الفني ان انت تعمل جيم كويس وتقدر تطلع شغلك. فالنهارده الملعب كويس، فاللعيبه قدرت النهارده تكسب المباراه بشكل كويس. فاحنا عندنا مباراه مهمه وهنركز فيها، وبعد ما نخلص المباراه دي ونشوف بقى موضوع الكاس. الف مبروك يا كابتن خالد، الله يخليك، الله يخليك، ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد بيبو مدير الكره بيه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه والانتصارات والسلسله الكبيره جدا من التحديات خلال الفتره القادمه. ان شاء الله موفق النادي الاهلي في مباراه يانج افريكانز بطل تنزانيا.